وكيف كنتوا تبعتوا معنا في البرنامج عملنا أول سحب قرعة ديال نهاية شهر نوفمبر واللي فيه تعرفنا على جوج ديال السيدات اللي ربحوا معنا زوج الماكينات ديال الصبين هما هاد الصباح معنا في الاستوديو راديو أصوات. كنا عملنا سحب القرعة اللي تسحبوا فيه جوج ديال الأسماء. كانت الفائزة معنا هي ليلى من مدينة مراكش اللي كانت شاركت في المسابقة وكانت تهدات هدية من عند إكسات الأخت ديالها ليلى الأخت ديالها بهيجة. فليلى معنا على الخط مباشرة من مدينة مراكش وبهيجة معنا في الاستوديو هذا الصباح مباشرة. بهيجة صباح النور. صباح النور أختي سناء. لبس عليك قرب من الميكرو شوية. مرحبا بك. بارك الله فيك. أش خبارك؟ لاباس الحمد لله. الفرحه الفرحه بزاف كاع صراحه. بهيجه احنا معنا على الخط ليلى من مراكش. اهلا بك ليلى. صباح النور اختي سناء. صباح الخير طاقم الراديو اصوات. الله يبارك فيك ليلى. اش اخبارك؟ اش اخبار الناس مراكش؟ لاباس الحمد لله. ايوا خليتي بلاصتك هذا الصباح. كنت باغا نجي صراحه ونشوفك ونتلاقى معك مي مكتاش. ولكن الميمه راه نابت عليك. شاشي بلا لا فاطمه كنقول لها مرحبا بك معنا في الاستوديو هذا الصباح. والاخت ديالك بهيجه اللي كنتي هديتي لها الهديه. بهيجه شفتي الماكينات؟ شفتهم. ايوا كي جاوك الماكينات الصبيه؟ صراحه الله يعطيهم الصحه زوينين بزاف وعجبوني صراحه. اشنو تقولي ليلى؟ كنشكرها بزاف صراحة حيت فكرت فيا واختارتني باش نفوز معها في يعني آلة التصبين ديال إكسيت. وشنو تقولي لكل السيدات اللي كيتبعونا هاد الصباح واللي شاركوا أو مازال ما شاركوش وبغينا نشجعوهم؟ كنبغي نقول لهم شاركوا في المسابقة ديال إكسيت حيت هي مسابقة حقيقية وما فيهاش الكذوب صراحة. مسابقة زوينة يعني. انت يا جربتي الحظ ديالك؟ جربت الحظ ديالي. والاخت ديالك اللي شاركت وهانتي ربحتي وطلعت لك القرعه الكبرى واليوم جيتي تسلمي الهديه ديالك. صراحه طلعت لنا القرعه اللي ما كنتش منتظراها وشاركنا في المنتوجات. منين ربحنا المنتوجات ما انتظرناش غنكونوا حنا الفائزين بآلة التصبين. والحمد لله اختي سناء مني درتي القرعه جيت انا واختي وكانت فرحه كبيره صراحه اللي كنتمناها جميع مستمعات راديو اصوات. اللي كنبغي اليوم نقول لهم شاركوا في مسابقه ديال اكسيت راه مسابقه حقيقيه. الله يعطيك الخير ليلى. الله يعطيك الخير بهيجه. وكنقول لكم الف مبروك لكم. عاودي للناس كيف جاك الاستوديو راديو اصوات؟ هذه اول مره كتحطوا رجليكم عندنا انت والميمه. كي جاكم الاستوديو؟ صراحه اختي سناء انا اليوم فرحانه لاني معك في بلاطو راديو اصوات. مرحبا. انا كنت كنتمنى باش نكون معك في بلاطو راديو اصوات فهذا كان مجرد حلم والحمد لله اليوم بفضل اكسيت تحقق ليا. ولا انا سعيده بالاستضافه ديالك هذا الصباح وفعلا شهاده اللي كنفتخروا بها اخت بهيجه. ليلى وجدتي البلاصه للماكينه؟ موجوده. فين غتحطيها؟ في الكوزينه ولا في الحمام ولا فين؟ غنحطها في الكوزينه غنحطها حدايا وفي ما ندور نشوف فيها. فوق ما الدور تصبينا دعي معانا. ضروري وبصحه والراحه. كنشكر راديو اصوات بزاف وكنشكر اكسيت وكنبغي نشكر راديو اصوات حيت بالفضل ديالو باش انني شاركت معكم وربحت معكم الآلة ديال التصبين. وتستاهلوا الخير كله فعلا بصحتكم وراحتكم وان شاء الله. كنعرفوا على انه الماكينه ديال التصبين طبعا من الالات المنزليه اللي اليوم السيدات محتاجين لها كيوقفوا عليها. فاحنا يختارينا لكم المليح لانكم تتستاهلوا المليح. بالصحه والراحه مره اخرى. مسابقه اكسيت مازال مستمره ما عليكم الا تضعفوا الحظوظ ديالكم بالمشاركه وبالفوز. بعثوا الصوره ديال المنتوج اللي كتستعملوا في الدار عبر رقم الواتساب الخاص بالمسابقه 0619 09 09 72 وحد سعيد للجميع.